بالله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية. بمناسبة يوم الجمعة نقول لكم جمعة مباركة للجميع وطيبة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. إذا فيديو اليوم كما كنتم تشوفوا عندي هنايا ورق الفوم، راح نخدموا مقلمة هكذا يعني مدرسية، ولا نديروا فيها هكذا يعني أشياء مدرسية، ماشي شرط ماشي لازم أقلام ولا ألوان، مقلمة مدرسية من الفوم بدون خياطة، فقط راح نلصقوها بهنايا كما كنتم تشوفوا تاع الغراء تاع السيليكون، يعني حاجة سهلة وبسيطة. نبتكروا أشياء هكذا لأولادنا. إذا عندي أنا هذه ورقة الفوم، هنا راح نقول لكم شحال القياس تاعها، طولها 30 سنتيمتر على 20 سنتيمتر، 30 على 20 سنتيمتر. نتوما يعني تخيروا اللون اللي حبيتوه، هذو كانوا عندي من قبل كنت قلت لكم عليهم، اللي خدمت باللون لارجونتي. وعندي هذه هنا، عندي هنايا لاصق كما راكم تشوفوا هنايا لاصق، ومن بعد مع الوقت هذيك الورقه، هذه هنايا الورقه بالك ريحه يعني تطير. اذا تحبوا تديروا لها ديروا يعني هذا كيما هكذا، وتزيدوا ديروا فوقه حاجه هكذا قماش ولا اي حاجه مسترجعه هكذا، باش يعني تكون متينه من داخل، والورقه هذه ما تتقطعش مع الوقت. ولا تحبوا تشرو فوم ماهوش لاصق من الاصل، انا هذا قلت لكم كانت بنتي شراته وكان يعني تودر لي في واحد الوقت هكذا ومن بعد لقيته، اذا هذا لاصق. اذا من يعني تقدروا اذا كان لاصق عندكم تخلوا الورقه وديروا فوقه هنا هكذا تلصقوه، ولا نكتفيو هكذا يعني كيسك. انا حندي لكم فكره، يعني وديت لكم فكره، نتوما ديروا واش حبيتوا. مثلا هذا الغلاف، انا هذا الغلاف ما حبيتش نخسرو، فقط هكذا مديت لكم فكره. اذا انا واش رايحه ندير، واش راح ندير حاجه سهله وبسيطه ريحه. هنايا دوك نحي شويه الحواف منا، الحواف تاع هذه الورقه هكذا نطويها هنايا للداخل كامل، ونرجع لكم نشوفوا واش نديروا. هاي لك هنايا شوفوا طويت كامل هنا للداخل، هنا في الطول تاعنا وهنا في العرض طويت، ما قطعتش طويت. عندي هنا لا فيرميتور، هذيك جيبوا اي لون، انا ما عنديش اللون كيما هذا، والاسود على بالكم كامل يجي مع الالوان كامل. هنا هذه لا فيرميتور تاعنا، واش راح نديروا؟ اذا رايحين نلصقوها فقط بالبيستولي تاعنا. شوفوا هنايا عندنا هنا القفا، القفا ولا حنا دائما نديروا هذاك السيستم تاع الوجه هكذا، رايحين نديروا الوجه مقابل الوجه هكذا، الوجه مقابل الوجه هكذا. هنا هذه تكون عندنا الخياطه، ومن بعد نخيطوا ونقلبوا ونعاودوا نولوا نروحوا هذيك الجهه. مي انا راني رايحه دوكا نلصقها هذيك، تكون عندنا الخياطه دوكا عندنا عادي هكذا. هنايا هنا هذيك هنا الوجه تاع هذه، هذه انفيزيبل جايه للداخل. هنا نحكموا عادي، هنا شوفوا هنا هذا هو الوجه تاعها، هاوليك نحكموا نلصقوه هكذا عادي كما راكم تشوفوا هكذا. حاجه سهله وبسيطه، يقدر اولادكم قولوا لهم على الفكره هكذا وهما يخدموا معاكم. شوفوا كيفاش حاجه سهله وبسيطه، راح نلصق بالبيستولي تاعي ولا المسدس السيليكون، راح نلصق منا هكذا وهكذا، حاجه سهله وبسيطه هكذا. راح نرجع لكم نزيدو نشوفو الخطوة الجاية إن شاء الله. بهذا الشكل ناخذوها على جهه. عندنا هنايا هنا هاد القطعه اللي بقات لي من لا دانيير فوا كي خدمت هذوك الزوج مقلمات تاع السكاي والفوم، ريحه نحي منا قطعه هكذا نقيسها هنا حوالي هكذا فقط 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر، ونقطعها 2 سنتيمتر
والطول تاعها حوالي 7.5 سنتيمتر هكذا وريحه. إذا هذه كيفاش راه دوكا رايحة ندير؟ رايحة نطويها عادي هكذا كيما تشوفو هكذا الداخل تجي تخي بيان مع بعضها هكذا هكذا ورايحة نديرها من هذه الجهة هنا وين نفتحو ونسكرو. تحبو كيما ديرو زوج ديرو واش حبيتو هكذا. ورايحة دوك واش رايحة ندير؟ ندخلها ورايحة نلصق كامل هكذا منا ومنا كامل بالبيستولي. وطبعا طبعا هنا هذه ايضا رايحه ندخلها ولا تحبوا تقصوا الزوايد. انا رايحه ندخلهم تري بيان داخل نكاموفلي الحاله ونلصق مليح وراح نرجعوا ونشوفوا المقلامه تاعنا ان شاء الله. هنا المقلمه تاعي اذا هنايا وين رايحين لهنا شوفوا لا فيرميتور هنايا باش هنايا نزيدو ندعمو هنايا. وشنو درت ايضا قطعه هاي لك هنايا هنا 1 سنتيمتر فقط والطول نفس الطول اللي قلت لكم قبل اللي هو 7.5. راح نقسمها على زوج تجيني متساويه ورايحه ندير هكذا بالبيستولي هنا نلصق منا هكذا شويه منا ندير من الجهه الاخرى هكذا شويه برك باش يعني تكون لافيرميتور هنايا باش ما طيرناش. ومن بعد هكذا حاجه سهله وبسيطه كما تقدروا ديروا تحبوا ديروا يعني شكل هكذا مختلف هكذا تبدلوا نوعو نتوما واش حبيتو. نكمل ايضا لما تاعنا بدات تبان هكذا تحبوا تستغنوا على هذا منا ومنا يعني نتوما واش حبيتو. انا مديت لكم الفكره وديروا واش حبيتو. شوفوا هنا تصلح يعني للديتيكات تصلح يعني لعده اشياء الملصقات الالوان للقريصات وخشيبات هكذا لوليداتكم الصغار تاع سنه اولى هذوك اللي دخلوا التحضيري ديروا لهم كيما هكذا كامل. شوفوا شحال يجو ملاح. اذا واش بقى لنا التزيين نتوما واش حبيتوا. انا رايحه عندي ايضا نبقى هنا عندي هنا هذا تاع بقايا اللي بقات لي هذه القطعه وعندي هنايا كانوا بناتي خدموا بهذا الازرق هذا وخلاه ورايحه ندير منه نشكل هكذا وريدات ولا مهم يعني قلوب ولا هكذا باش برك نبدلو يعني بشويه تاع جي اتيرون هكذا تاع يعني تاع فتيات هكذا في السيام بس كان عندي فتيات في السيام والاخرين صغار بزاف 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 مازال عليهم الوقت تاع القرايه ان شاء الله. اذا نكمل التزيين ونشوفوا. اذا هاي لك هنا المقلمه تاعنا بالفوم هكذا كاشغال يدويه واشغال هكذا يدويه للمدرسه خاصه بالمدرسه جاهزه في المظهر النهائي تاعي. لان هنا كنت درت تزيين هكذا تاع 5 على بالك مع الاطفال واحد منا والله ما قدرتش ندير حاجه مليحه قلت فقط هذه الورده بما انه هذه ماشي تاع الطفل الصغير ثم لكن راح نخدموها للطفل تاع هكذا في القيمه ولا في يعني في التحضيري ديروا له هكذا الشكل تاع وجه شكل يعني هكذا تاع حيوانات حاجه لي يعني تتماشى مع اللاش تاعو. انا هذه تاع بنات تاع سيام انا غدت هكذا اكتفيت باش درت هكذا ورده درت هكذا شغل بتانات هكذا هنا زوج مع زوج هكذا ولصقتهم عادي هنا كما تشوفوا درت هكذا حاجه سهله وبسيطه. شوفوا شابه بزاف. وهنا كانت عندي هادو كما على بالكم هادو تشراشف تباعوا ب 2000 نورمالمون ولا كانت يعني عندي من قبل ايضا اشياء كامل مسترجعه هادو عندي ما شريت حتى حاجه. شوفوا ولا فيرميتور ايضا عندي منهم في البيت هادو يتباعوا ب 1500
15 دينار. شوفوا درنا مقلمه شاده بزاف، درت فقط من جهه التزيين، ما حبش ندير ايضا من الجهه الاخرى بزاف، هذا جهه واحده فقط. شوفوا كيفاش جات شابه، ديروها يعني لعده استعمالات حتى ليك نتيا اللي راكي تشوفي في لا فيديو تاعي، تقدري ديريها لاشيائك الخاصه، يعني اشياء خاصه اللي تتماشى مع اشيائك خاصه. انت شوفي الاشياء اللي تقدري ديريها وديريها، طبعا اشياء خفيفه ماشي ثقيله بزاف. شوفوا هنا كيفاش من داخل، انا حبيت خليت الورقه تاعها هكذا، راكم تقدروا نتوما تغلفوها زعما هكذا، تقدروا ديروا فيها هكذا اشياء كما تشوفوا هنايا. هي ليك عندي ادوات مثلا المقص هذا تاعي، او ليك المقص تاعي، نديروا اقلام هكذا، اقلام هكذا بكامل يعني اللي نستعملهم، ونلملمهم وين نلقى قلم هكذا ولا نبدو. نديك هنا شوفوا الاقلام تاعي، مقلمه هكذا تتماشى ايضا، تجي خاصة ايضا كم الخشيبات والقريصات تاع السنة الاولى والتحضيري. شوفوا شحال تجي المقلمة تاعنا شابة بزاف، اذا ورقة تاع الفوم تسوى 4040 دينار مع 15 دينار صافي 5500، مع هذه 5000 6500 صافي 7500. شوفوا وحنا درنا مقلمة شابة بزاف هكذا، اشغال يدويه تقدروا نتوما توضيو الفكرات لوليداتكم وتعاونوهم هكذا وديروا معاهم. كانت هذه اذا فكره اليوم، مقلمه من الفوم شابه بزاف، تقدري ديريها لعده استعمالات هكذا. ان شاء الله الفكره تعجبكم وتنال رضاكم، ان شاء الله تستفادوا منها ولو بالقليل. اذا نقولكم في الاخير ما تنساوش اشتراك، لايك تشوف فيا وتتابع فيا عن صمت، ومازال ما اشتركتش في قناتي قولها اشتركي في قناتي، لانه عندي افكار جد متنوعه خاصه في مجال الخياطه واعاده التدوير والاشغال اليدويه وايضا فن السكاي. نضمي لعائلتنا حتى تكبر وكامل هكذا نستفادوا مع بعضنا ومن بعضنا. نقولكم الى اللقاء، وما سلامه، دمتم سالمين.